كتب النص. طابا كامب ديفيد، الجدار العازل. المؤلف دكتور نبيل العربي. في كتابه طابا كامب ديفيد، الجدار العازل، صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية، يفخر الدكتور نبيل العربي بدوره الوطني في قضية استعادة طابا باعتبارها المعركة الدبلوماسية المتممة لمكتسبات نصر أكتوبر المجيد. في المقدمة استعرض العربي جانباً من مسيرته المهنية وصولاً إلى توليه مهام وزارة الخارجية المصرية وأمانة جامعة الدول العربية، وفي فصول كتابه الأولى سرد ذكرياته عن قيام حرب يونيو عام 67 أثناء عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة، وملامح المعارك الدبلوماسية التي أدارتها مصر لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وبعد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، أوضح العربي أن المعركة انتقلت إلى ساحات التفاوض، فأجادت مصر الدفاع عن مصالحها في مؤتمر جنيف للسلام، ثم مفاوضات كامب ديفيد ومعاهدة السلام. خصص الدكتور نبيل العربي الفصل الثامن من كتابه لقضية طابا التي اعتبرها الإنجاز الأهم في حياته، فقد ترأس وفد مصر في المفاوضات على مدار 5 سنوات بصفته مديراً للإدارة القانونية بوزارة الخارجية، ثم وكيلاً للحكومة المصرية في التحكيم، حتى توقيعه على الاتفاق بين مصر وإسرائيل لاستعادة طابا عام 1989. أكد وزير الخارجية الأسبق في كتابه الصادر عام 2011 أن مصر أدارت قضية طابا بأسلوب علمي متحضر، وجرى التنسيق بين جميع الجهات المعنية بمنتهى الشفافية وروح التعاون من خلال تشكيل لجنة قومية تضم خبراء مصريين على أعلى مستوى في جميع التخصصات ذات الصلة، مما ضمن لمصر نصراً جديداً في قضية استعادة طابا لتكتمل فرحة المصريين بما حققوه في حرب أكتوبر عام 1973.